تعالى تعالى بص جاكيت نايك اصلي اخده منه ب 150 جنيه دلوقتي. نضاره فيرزاتشي جاكيت ايه وش غلط 100 جنيه 300 الحق اي قطعه 25 يا حازم ده ب 100 بس مش عارف يعني انا حاسس ان في قلق جوه يعني. اخاف على الناس يجوا هنا فانت لو هتيجي هنا هي يو اهلا بكم في سلسله فيديوهات اعمل ايه كم اللي عايز تروح سوق الجمعة ايوه السوق اللي في السيدة اللي بيتباع فيه كل حاجة وهيكون معانا حازم مرشدنا النهاردة كلنا عارفين سوق الجمعة بس مش عارفين بيبيعوا ايه هناك وايه اللي بيحصل فيلا بقى نشوف الناس دي بتحسبها ازاي نزلت السيدة عايشة عند الجامع واديته ظهري ودخلت في الشارع اللي في وشه ده طقم ده ترنج بكام ده يا باشا بعد اذنك ده ب 70 خد وخلي عنك خالص حبيبي ربنا يخليك هنا عشان لو حد في صنايع برضه ولا حاجه فيها فريته هنا بكام ده يا باشا وفاصل براحتك كام ده 150 هم 70 جامد يا باشا دلوقتي كله بيلبس ايه صنايع هنغيرها يا باشا بكام ده لو سمحت 700 لا بناتي وهتلاقيهم بيبيعوا كل حاجه واي حاجه هو ده بيعمل ايه انا معلش يعني انا اسف يلا يا اسطى يلا يا اسطى الحق يا اسطى في كيبورد طاش اهو بقول له شغال قال لي انت وزع الناس اللي بتحب الانتيكات بقى هو ده شطرنج بطاوله الحق الحاجات اللي بحبها الله والله لو رميتني هنا ساعتين افضل واقف كفر ايربودز من غير الايربودز الو بص مفتاح الحياه استغفر الله العظيم يا رب هي مش شغالة قدامك اهو ما هي بتطلع صوتها اهي الله حاجات حلوة قوي يلا حازم ايربودز مقفولة؟ كام ده باشا؟ 300 300 ايربودز انت اللي لسه هتفتحها ب 300 جنيه هنا بيبيعوا ايه الاحجار الكاري زلط بيبيعوا زلط كام ده يا برنس؟ 100 بكام ده؟ 150 ليه يا عم؟ ما ب 100 زي اخوك وانا ينفع اقيس صح يا لهوي ده صغير خالص مفيش مقاس طيب اكبر مش نفس اللون بالله عليا زول ده منظر زول احنا رحنا من الساعه 6 الصبح عشان نلحق الحاجات الحلوه او زي ما بيقولوا عليها الكريمه بولو بس الاستيكر مش ماشي مع البطلون خالص لا بصراحه هو نظيف لا عش اي حته في ايه في ايه اي قطعه ب 25 صباح الفل لا معلش ما باخدش مناطير تعال اي حاجه حلوه النضاره دي حبيب قلبي يا فنان متحرش ده ولا ايه؟ وكل عشاق المستديرة بقى وانت يا اسطى بتاع الخروجات؟ انا بتاع الخروجات ده عامل كام؟ 250 استكات فعلا خلي بالك هو في بص ولو حاجة عجبتك من الاستوكات دور فيها كويس عشان لو فيها قطع او حاجة كده ولا كده الله 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 ولا علي ويجز شاب جديد مروان بولبول كلها حاجات اوريجينال بس اللي يدور انا هنط عارف البراند ده بتاع ايه؟ كلفن كلاين 250 كلفن كلاين ما عندكش بوكسرات منه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ تقلعوش خلاص وجب معانا يا فنان ده احنا اول مره نجيلك ايوه خلاص يا عم مصدقينك ده نايك كده الاثنين بصراحه احلى من بعض اعمل معانا بقى الانسانيه كام يعني 200 400 بقى الاثنين واحد وعليه واحد مش ده البلاك فرايداي ومش النهارده الجمعه يا فنان لو عايزين نطلع الزنطايا طلع يابا الزنطايا كده اهو بقى معاك بزنطة بكام؟ لا ما تهزر اقسم بالله اعمل معاك مشكلة لا نقيس بقى يلا لبس الغلبان فاكر نفسه في اتش اند ام بقول له مفيش منها اسود جاكيت ايه؟ فوش غلط 100 جنيه 250 جنيه خد يا فنان 250 جنيه جاكيت ومتروك عليا خلاص والله عرفنا او انت خد الفلوس حبيبي يا فنان يعني مفيش شنطه يعني كوكو استوكات ما بيديش شنط يا جدعان نسيب بقى الشنطه ونمسك في الاستوكات ماشي يا عم انا معايا شنطه 400 جنيه دي بس فيرزاتشي الحق ده في كاميرات ولينس الله مش دي الطبق ال 30 60 نضاره فيرزاتشي اوريجينال استنى كده قيسها حلو عليا والسود عيونه يا ولد نضاره فيرزاتشي بس ب 400 جنيه دي ولعه هنا ايه؟ ببلاش 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 ببلاش
انا لو اللي بتلا بتدعالة بتلا بتدمغي جنالة ولع الدنيا هو لا زارة يا باشا زارة اهو طبعا هاي كوبي ولا زارة ولا حاجة بس 150 جنيه ده زارة بجد مش عارف ليه حاسس زارة فعلا بكم ده حاز ده بمتين اشتري وانجز جيك الجلد بمتين جنيه مش جلد اصلي يعني بس جيك الجلد بمتين جنيه بس هو بقول لك رايق عليك قوي ايه الحتة الشقاوة دي وريني الله 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 ايه ده صغير يا عم ده بكم ده ببلاش يا حبيبي يا ببلاش لا استعلفك بالله اللي يلحق ولا ايه 100 جنيه يا عم ببلاش يا ربنا كوتشات استضاد 50 جنيه ب 50 جنيه اي شوز ده بناتي برضو بس طح يا خسرت البارتيشن ده في البنات اصحى للكلام عامل كام ده فنان 700 بصوا يا جدعان جاكيتين ده ب 100 وده ب 50 جنيه 50 ده صح انت بتستهزف يا بالظبط اللي ورا ده ب 700 بقول لك ايه في جنه الخلد بص الحته دي حته الماني ناس حازم لقى البطلون اللي بيدور عليه قال لك بكام 150 والله من غير ما تقيس حتى يا الناس ملمومه على ايه اشترينا شنطه ب 5 جنيه عشان نحط فيها الحاجه حبيبي يا فنان ولع الدنيا دخان دخان في الجو لا لا مبطل تجربه حلوه جدا وشقيه ومش عارف ايه بس مش عارف يعني انا حاسس ان في قلق جوه يعني انا عرفت اتعامل انا تمام انا ما حصلليش اي مشكله مش عارف اخاف على الناس يجوا هنا فانت لو هتيجي هنا على مسؤوليتك لا بخوف الناس يعني لا مش بخوف الناس ده سوزة اي سوق فاهم يعني انت معرض ان انت ممكن تتسري ممكن اي حاجه منك تضيع فانت لازم تكون محرص ومخلي بالك على كل حاجه معاك بس وفي النهايه حبيت اوصل لكم ان احنا نروح اماكن نشتري منها حاجات باقل اسعار وحاجات مش هنلاقيها في اي حته ثانيه فلو عجبكم الفيديو مش تعملوا لايك وكومنت وشير وتابعوني عشان نشوف الفيديوهات الجايه وبس كده اشوفكم الفيديو الجاي فهب هب 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 هب